استطاع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ أن أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن يلفت أنظار العالم إليه بفضل الجهود المستمرة التي يعمل من خلالها على تحقيق رؤية جلالته المتعلقة بمبادئ التعايش السلمي من خلال الرسائل المتخصصة والمتنوعة التي حملها القائمون على المركز على عاتقهم وعملوا على نشرها في مختلف المحافل العالمية. مبادرات تلو الأخرى قام عليها مركز الملك حمد للتعايش السلمي في مجال تعزيز ثقافة التعايش والتسامح بين الأديان عبر مجموعة متنوعة من البرامج التي تجسد رؤية جلالة الملك المفدى في هذا المجال. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعتبر من أهم المؤسسات الدولية اليوم لتعزيز روح التعايش السلمي وتسامح وقبول الآخر وحرية الأديان وغيرها من طبعا الأمور الحضارية التي نعكسها من قلب البحرين إلى الخارج، ومن خلال مشاريعنا في الحقيقة واهتمامنا بهذا الجانب من الحياة، ومن خلال مشاريعنا وأنشطتنا الكثيرة التي نقوم بها سواء محليا أو دوليا نركز على أمور هامة جدا، أهمها طبعا الشباب وجعل هذا الشباب واعي لأهمية ما يمتلكه من تعايش سلمي في البحرين منذ طبعا أجيال ومنذ سنين طويلة، وبالتالي نحن نهدف إلى تعزيز هذه المكانة التي اكتسبتها البحرين دوليا، وأيضا لا نغفل عن الجانب المحلي، فهناك أمور هامة جدا بالنسبة لي التعايش السلمي محليا في البحرين، وهي النقطة الأساسية أننا يجب أن نحافظ على ما نمتلك. هذا المركز يعد نموذجا متميزا في التعايش السلمي والانفتاح والتعددية، ما ساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وطبعا مركز الملك حمد للتعايش السلمي أصبح أيقونة في مملكة البحرين، مش في البحرين بس، على مستوى العالم، لأن هو بيضم كل الأطياف وكل الجنسيات وكل المذاهب الدينية، بيكون فيه مشاركة وتعزيز لروح السلام والتعايش والمحبة، والروح دي بننقلها بره في كل السفريات وفي كل الأنشطة والفعاليات اللي بيقوم بيها المركز، مش في البحرين بس وخارج البحرين. طبعا هو بيعزز روح التسامح، لأن احنا بنلتقي دايما في فعاليات الجميع بيكون ليهم كل الحقوق وكل الواجبات، وبنحس ان احنا بنشارك في مجتمع كله محبة وكله سلام وكله قبول للآخر. فعاليات المركز المتنوعة ومبادراته المتميزة التي ينجزها المركز على الصعيدين المحلي والعالمي لعبت دورا كبيرا في تعريف العالم بتجربة مملكة البحرين في هذا المجال، والتي جاءت بالتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ونهج جلالته وحرصه على نشر قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والتعاون البناء بين الدول.